التشريعات القانونية والآفاق الاجتماعية والمتعلقة بدور الأسرة والتنمية المستدامة كان هو عنوان المؤتمر الدولي الثاني الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة الكويت بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ومدير جامعة الكويت دكتور فايز الظفيري وبمشاركة دولية واسعة. المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التشريعات القانونية المتعلقة بالمرأة والطفل من خلال مناقشة ما يزيد عن 40 ورقة علمية بغرض تطوير هذه التشريعات ومواكبة خطة الدولة نحو التنمية المستدامة. التفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. انطلقت في كلية الحقوق بجامعة الكويت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول التشريعات القانونية والآفاق الاجتماعية المتعلقة بدور الأسرة والتنمية المستدامة بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ومدير جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري وبمشاركة أكاديمية محلية وعربية واسعة. مستحقة للدولة، مستحقة لمجتمعنا الكويتي، ومحتاجين كثر خيرهم. يعني الإدارة العلمية لكلية الحقوق وأعضاء التدريس نبيها في كليات مختلفة اللي تخص كل شؤون الدولة. النامية تحتاج النصيحة العلمية المفيدة. 40 ورقة عمل بحثية من شتى الدول العربية يناقشها مؤتمر التشريعات الدولي الثاني والذي يهدف إلى تسليط الضوء على التشريعات القانونية المتعلقة بالمرأة والطفل من حيث الحقوق والحريات والمكانة الاجتماعية وبيان دور مجلس الأمة في تشريع مثل هذه القوانين التي تصب في مصلحة المجتمع. المرأة كان لها النصيب الأكبر حول برامج التمكين الأساسية في ضوء التنمية المستدامة وقواعد التنمية المستدامة انطلاقا من الهدف الخامس في خطة التنمية الدولية للتنمية المستدامة 2030، وبالتالي كان الأساس أو الجوهر الأساسي في المؤتمر هو التركيز على الهدف الخامس بالنسبة للتنمية الأساسية بالتنمية المستدامة اللي يخص المرأة تحديدا، وتقريبا بيمثل 90% أو 80% من بحوث المؤتمر حول المرأة وتمكين المرأة، سواء التمكين الاقتصادي أو التمكين السياسي أو التمكين الثقافي على وجه التحديد. الدولة لابد أن تلتفت وتعي تماما أن لا يوجد أي دولة متقدمة أو دولة اشتهرت بأنها تخطت الكثير من العوائق إلا على أساس التعليم وخاصة التعليم الجامعي. نعم تنقص المؤسسات التعليمية الكثير من الجدية، لكن الأمل منعقد على جيل قادم من أشهر الجامعات الأوروبية والعالمية يساهم مساهمة حثيثة في بناء لبنات هذه الكلية وغيرها من الكليات. مؤتمر التشريعات القانونية والآفاق الاجتماعية المعنية بدور الأسرة والتنمية المستدامة انطلاقة جديدة نحو تحقيق التعاون بين جامعة الكويت ممثلة بكلية الحقوق ومجلس الأمة بهدف تطوير التشريعات الخاصة بالتنمية المستدامة والأسرة في دولة الكويت. فهد تركي لتلفزيون دولة الكويت.